الجلسة العادية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي 12 شهدت في جدول أعمالها العديد من التوصيات تمت الموافقة فيها بشكل كبير على جدول الأعمال، والتي تصدر المشهد فيها الموافقة على لجنة لتقصي الحقائق بشأن موضوع التجاوزات على أملاك الدولة، وتم اختيار 5 أعضاء للجنة وهم أحمد هديان العنزي وعبد السلام الرندي وعبد العزيز المعجل ومها البغلي ومشعل الحمضان. لجنة تقصي الحقائق هي لجنة تقدمت باقتراح لتشكيلها في الجلسة الماضية، ولله الحمد اقتنع إجماع الأعضاء على ضرورة تشكيل هذه اللجنة للتقصي ومتابعة التجاوزات اللي حدثت في الاستيلاء على أراضي الدولة. اللجنة سوف تقوم من خلال أعمالها في بحث وتقصي كيف حدثت هذه التجاوزات ومن المسؤول عنها وكيف يتم تلافيها مستقبلا، وهي أحد اللجان المهمة وهي دور من أدوار المجلس في تقصي الحقائق. أيضا تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن إلزام شاحنات نقل الإنقاذ والرمال بتركيب نظام التتبع GPS لتمكين البلدية من دورها الرقابي الدقيق. أضف لذلك الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتغيير تخصيص المساحة للمكتبة العامة بمبنى الخدمات بمركز ضاحية منطقة العدلية، وستكون تابعة لجمعية العدلية. سلاسة الجلسة انعكست على تعاون الأعضاء في الموافقة على التوصيات. ناقشنا اليوم في المجلس البلدي عدة قرارات، طبعا من القرارات التي تمت الموافقة عليها طلب شركة المرافق العمومية بتوسعة مواقف السيارات في المنطقة المقابلة لقصر السيف، فكان هناك مواقف سيارات فالتوسعة كانت بإضافة مساحة إضافية لهذه المواقف، وأيضا طلب وزارة الداخلية بتخصيص موقع لمركز الدفاع المدني في منطقة الري. طبعا الدفاع المدني عندهم عدة مواقع في عدة محافظات، فهذا الموقع تقريبا يمكن آخر موقع للدفاع المدني في محافظة العاصمة. أما عن الاقتراحات المقدمة من الأعضاء تم تحويلها إلى الجهاز التنفيذي لأخذ الردود ودراستها، ومن ثم سيتم مناقشتها في الجلسات المقبلة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.